السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نهار جديد وفيديو جديد إن شاء الله. اليوم فيديو واعر 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 بزاف، وتكون تتبعوه إن شاء الله، ديال واحد الكورس مخدوم بواحد الطريقة بروفيسيونيل. اليوم غتعرفوا الأسرار الكورس، يعني ديال درهم أو ديال درهم ونص، على حساب كل واحد بشحال كيبيعو. عطيتكم معلومات يعني رائعة، ما يعطي لكم حتى شي واحد، أنا متأكدة. بقاو معايا في الفيديو هذا بوصفه مضبوطه 100%. ان شاء الله نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. يلا هم معايا، مرحبا بكم. وهذا هو الكورس اللي غنحضر معكم اليوم، وشوفوا كي داير كي شهي. خليكم معايا من الاول حتى الاخير. اول حاجه غادي نبداو بها، كيف ما غادي تشوفوا معايا المقادير. اول حاجه غادي نبدا لكم هنايا هي الطحين. الا كنتو ناويين تخدموا للقرص او للقراشل بدرهم وتبيعوهم بدرهم او درهم ونص، فما تستعملوش الطحين اللي تيكون كاليتي ديالو مزيانه. طبيعه الحال كتستعملوا الطحين اللي كيكون ناقص في الثمن. خنشه ديال 25 كيلو كدير 87 درهم، يعني كتمشيو نتوما تقولوا للطحين مولهري اللي كتقداو منه يعطيكم طحين عادي، ماشي لا طحين رطب لا شي حاجه. المهم هو تيكون طحين عادي، يعني تيكون ناقص في الجوده شي شويه، لانه باش لانكم غتبيعوا نتوما هذا القرص هذا بدرهم حتى درهم ونص باش يعطيكم الكميه، يعني باش تجيكم الخلطه اقتصاديه. ركزوا معايا مزيان، غتستعملوا الدقيق نوع عادي جدا، تيكون ناقص في الثمن. هنا غادي نديروا واحد المعلقه، حلقه صغيره ديال الملحه. غادي نخلي لكم مقادير مكتوبه بالجرام طبيعه الحال، وعندي شويه ديال زنجان وشويه النافع طبيعه الحال. يعني شغنقول نقول لكم واحد نص معلقه صغيره ديال النافع مع معلقه كبيره ديال الزنجلان، هذه خلطه كافيه للكيلو ديال الدقيق. بالنسبه للخميره عندي تما 20 غرام ديال الخميره ديال الخبز، اما حبيبات اما معجونه كيف ما كانت خاصه بالخبز، ما يعادل جوج ديال المعالق كبار. راكم شفتوني عبرت لكم بالمعالق بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان. وبالنسبه للسكر ديال سنيده غادي نديرو هنايا واحد الكاس ديال السكر سنيده كاس ونصف، انا غادي نزيد نص كاس، وغادي ندير كاس ديال الزيت. ها هو زدت انا نص كاس، يعني ما تفوتوش كاس ونص باش ما يجيكمش حلوين. والمعلقه الصغيره ديال الملحه فراها ضروريه باش كيعطيكم واحد التوازن في البغيوش ديالكم. راه الا ما درتوش هذيك معلقه صغيره الملحه ما غيجيكمش البغيوش ديالكم بنين. هنا غادي ندوزو باش نتكلموا على الخلطه، الوصفه السحريه او المذاق ديال هاد القرص هذا. احنا الا دايرين مشروع اولا كنخدموا في دارنا باش غادي نجيبوا الكليان، يعني غادي نديروا خدمه نقيه، واخا تكون اقتصاديه كيف ما قلت لكم دائما تكون خدمه نقيه. اذا خاصنا نسموهم بالماء ديال الزهر. الا مشينا شرينا احنا دوك القرعه ديال الماء الزهر غادي يتقام علينا هذا القرص غالي. غادي ناخذوا هذا الماء الزهر هذا، غنعطيكم انايا هذا هو كيتباع 230 درهم قرعه هكا ديال لترو، راه مجهد بزاف بزاف. نتوما بداو كبدايه خذوا غير ديال 5 دراهم منه، غتاخذوا غير 5 دراهم منه بحال هكا، وغادي تخلطوها 5 لتر ديال الماء عادي ديال الروبيني. 5 دراهم غتخلطوها في 5 لتر، عرفتوا هذيك 5 لتر شحال غادي تخدم لكم، وفيها واحد المذاق رائع بحال ديال الماء الزهر تماما. وردوا البال ردوا البال ردوا البال، ما ديروش قل من 5 لتر كيف ما قلت لكم ديال الماء. 5 دراهم مع 5 لتر ديال الماء، من الاحسن خذوا نتوما دوك القرعات صغيورين وبقاو تعبروا بهم الا بغيتوا تاخذوا قرعه كبيره، وراه غادي يدوز لكم. وردوا البال، راه ما ديروش بوحده، عمركم تستعملوا هذا المزهر، هذا النكهه ديال المزهر تستعملوها بوحده هكاك، لان فيها واحد المذاق مر الا استعملتوه بوحده. ردوا البال ردوا البال ردوا البال، خلطوها مع 5 دراهم كنقولوا، ونأكد خلطوها مع 5 لتر ديال الماء، لان كما قلت لكم الا مشينا كنشريو داك الماء الخضر اللي كيكون في القراعي ديال الماء الزهر، هذا القرص هذا غيتقام علينا غالي، واخا نبيعوه بدرهم او درهم ونص، يعني على حسب نتوما فين ساكنين، على حسب القدره الشرائيه ديال الناس. فكونوا متاكدين راه كيجي رائع، ما تشبعوش منه، وفي داك المذاق ديال الماء الزهر. كيف ما قلت لكم هادو اسرار ديال الخدمه باش كيتقام عليكم القرص اقتصادي، راه ما غيعطيكم لكم حتى شي واحد، كونوا متاكدين. لان الا مشيتو كيف ما قلت لكم كتخدموا بدوك القراعي الخضر ديال الماء الزهر، فكونوا متاكدين راه ما غاديش يتقام عليكم، غيتقام عليكم القرص غالي، وما غيخرجكم. تزيدوا عليه العجانه كتستهلك الضو، تزيدوا عليه الخلاص باش تخلصوا الكرا شحال من حاجه، فراه ما غاديش يتقام عليكم، يعني بالثمن ما غيخرجكمش. هنايا كيف ما تنقول لكم درت انا كلشي في العجانه، وزدت هذاك الكاس ديال مزهر، يعني كاس ديال المزهر اللي صايبت معاكم.
غادي نزيد معاه بالضبط بالضبط. انا يعني شوفوا نتوما على حسب النوع ديال الطحين ديالكم، يعني حيت كل ماركه كتختلف على اختها، واخا هنا مستعملين غير الطحين العادي فكل ماركه كتختلف على اختها. ديروا داك جوج كيسان ديال الماء يكون دافي بطبيعه الحال، لان غنديروا هنا الخميره باش تغير القرص يخمر لينا ضروري الماء خصو يكون دافي. غادي ديروا جوج كيسان ديال العنبه بطبيعه الحال، جوج كؤوس ديال الشاي، وغادي تقلبوا العجينه ديالكم تشوفوا القوام ديال العجينه. انا هنا من قلبتها لقيتها باقي خاصها الماء، وزدت بنص كاس واحد اخر وزدت كاس نص كاس اخر، يعني هي استعملت في المجموع بالضبط. الا بغيتوا ديروا المقادير ديالي ثلاثه ديال الكيسان ديال الماء بالضبط مع كاس ديال ماء ديال الزهر. كونوا متاكدين هاد المقادير اللي عطيتكم رائعين بزاف وتيجيو شاد، يعني هاد القرص شوفوا بروفيسيونيل، ما غاديش نزيد شي هضره، ما عنديش شي عبارات كيف ما نقول لكم اكثر من هذه ماشي، لان الا مشيتو درتو القرص خفيف راه تنشوف انا شي وحدين تيديروا قرص خفيف بالنسبه للخدمه راه ما يصلحش، يبقى انت ما حدك كتقطعي فيه هو كيتلصق لك في يدك. فكيف ما قلت لكم هذه هي الخلطه اللي يعني ديال المحترفين، وكتجي روعه وكيجي خفيف، وداك المذاق ديال المزهر اللي درنا فيه كيف ما قلت لكم كيجي واعر. مهم بعد ما تجمعت لينا العجينه هنايا في العجانه، ها هي غتشوفوا خليتها ضروري تخمر، هانتوما خليوها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. شوفوا كيف ما كتلصقش باليد نهائيا، وغتشوفوني حتى منين غادي نحيدها من العجانه وغنديرها على سطح العمل، وغادي يعني نجمعها هكا بيديا بحال هكا بشويه، ما كتلصقش العجينه، يعني العجينه رطبه وزوينه ما كتعذبش نهائيا. العجينه زوينه بزاف غتعجبكم ان شاء الله. هنا غادي ندوز ونعطيكم خطوه اخرى باش هاد القرص يخرج لكم كونتيتي كبيره، ولا بدا تعبروه ما تقولوش ليا ما غتعبروش البغيوش ديالكم غير في الاول، من بعد راه غادي تاخذوا على العبار. غادي نعطيكم بالضبط، ما بانش ليا هنا في الميزان ما غيبانش لكم، ولكن انا غادي نعطيكم بالضبط شحال غادي تستعملوا. غتستعملوا 40 غرام ما تفوتوهاش، الا فتو 40 غرام راه ما غتخرجكمش القرص، راه فيهم الخدمه وكيشدوا الوقت، وانتم غتبيعوهم يعني بدرهم حتى لدرهم ونص، فهو هما شوفوا ديروا هاد القرص هاد وديروا هما غيجيبوا لكم الكليان، ما ديروهمش يعني هما الا خدمتوا منهم كونتيتي كبيره كيخرجوكم، ولكن الا خدمتوا غير كونتيتي قليله في النهار ما غاديش يعني ما غيبان لكمش الربح ديالهم. فهما يعني انا متاكده الا استعملتوا هاد المقادير ان شاء الله وبالطريقه اللي عطيتكم انايا، راه ان شاء الله غادي يجيبوا يجيب لكم الكليان، وغتخدموا حاجه نقيه وزوينه وما فيهمش داك الزفوريه ديال البيض، حيت اغلبيه الناس اللي كيبيعوا القرص رخيص كتلقى فيه داك الزفوريه ديال البيض وداك يعني مذاق ما تيكونش زوين. صافي من بعد انايا ما قطعت هنايا العجينه اللي عندي كامله ودرت فيها 40 غرام بالضبط، غادي ندوزو هنايا باش نكوروهم. اللي بغى يدير غير بيد وحده اللي يعني ضروري انكم بحال غادي ديروا بحال هكا في يديكم، بحال غادي تجمعوا صباحكم بحال هكا حتى كتكوروا دوك العجينه وكتخرج لكم كوره كتكون مقاده. اللي محترف من طبيعه الحال راه غادي يدوز يدير بجوج يدين بالزربه طق طق وغيحط، يعني ما غادي غيزرب على الخدمه ما غيبقاش يلعب هو بيد وحده. صافي يعني ضروري هنايا كنكوروا داك العجينه ديالنا بحال هكا واحد يعني كويرات هكا يكونوا مقادين في الحجم. صافي انا غادي نكمل ديك لا كونتيتي اللي عندي كامله، وغادي تشوفوا اي حاجه اللي غنقول لكم هو ان ركزوا من التحت ما تبقى لكمش داك الحفيره ديال العجينه كيف ما وريتكم في العجينه ديال المسمن. غادي نكوروهم بحال هكا كاملين من طبيعه الحال، غادي نستفهم في الطاوات من طبيعه الحال، الطاوات ديالنا يكونوا مفرشين ليهم دائما الورق ديال الطهي، ان ورق ديال الطهي كتكون اقتصادي على اننا نبقاو نشدوا الطاوات نبقاو ندهنوا بالبيض بالزيت وداك الشيء كل مره، لا دائما ديروا الورق ديال الطهي وخذوا هذا ديال الكيلو. ونوريكم واحد النوع اخضر او واحد اخر لقيتو في بيم مؤخرا كيتباع حتى هو حيت كان كيتباع وقطعوه. المهم انا نكملوا الفيديو ديالنا. انا من بعد ما درت داك العجينه اللي عندي كلها كويرات ضروري ولا بدا نبسطهم واحد شويه، ولا بدا يعني طرقهم شويه بيديا بحال هكا كنقرصهم واحد شويه، واخا كتشوفوني كنقرصهم في العجينه كترجع، وشوفوا العجينه كيفاش ما كتلصقش نهائيا، لا فاش درناها كويرات ولا فاش كنقرصوها ولا اش كنخدموها، العجينه كتساعدنا. وكيجي هذا القرص هذا كيف ما قلت لكم خفيف 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 خفيف، كيجي واعر، راه ما تقولوش الا جرينا العجينه هي اللي غيجينا القرص زوين، الا يعني العجينه اللي كانت ما مطلوقاش بزاف، لا القرص السر ديالو هو انكم تخدموه الطريقه بهذه الطريقه هذه، وتخليوه تعطيه وقته في الخميره وتعجنوه بالمدافي وتديروا ليه لا كونتيتي ديال الخميره ديالو الكافيه باش تعطيه الوقت يخمر.
هنايا كيف ما قلت لكم بعد ما قرصته كامل وعاود طلع لي شويه وعاود ثاني قرصته المره الثانيه، جبت البيضه شنو درت تما بيضه، راكم شفتوا ما درتش بيضه في الخليط لداخل، شديت غير بيضه هنايا ودرت فيها شويه واحد نص معلقه ديال الماء الزهر هذاك اللي خلطت معاكم في الاول، ودهنت به القرص ديالنا كامل، وغندير فيه غير شويه ديال الزنجلان، يعني غير شويه ماشي بزاف كيف ما قلت لكم. صافي من بعد ما غادي ندير فيه داك الزنجلان غادي ندوزو نديروه باش يخمر. بالنسبه لينا حنا في الخدمه ملي تكون عندنا البلون ديال الطخافي، يعني تكون عندنا الخدمه لداخل كتكون سخونه ولا كيكون الفران شاعل، فراه كنديروا الطاوات عندنا فوق من الفران تيكون شاعل وتنخليه يخمر، تيخمر مزيان دغيا تيخمر لينا. اولا كاين حل اخر انكم كتشعلوا الفران الا ما كانش عندكم شاعل غير واحد 3 دقائق ما كاملاش، يعني كتشعلوا الفران غير يسخن، غير سخن فقط غير يسخن، وتدخلوا ليه الطاوات وتتخليهم يخمروا. هذه الطريقه هذه كيستعملوها المخبزات كلشي، يعني المخبزات الكبار كيكون عندهم ديشاري وبحال هكا كيدخلهم واحد الغرفه كتكون سخونه فدغيا كيخمروا القرص ولا كرواسه وكيطيبوهم وكنخرجوهم. بالنسبه للطياب بطبيعه الحال غتشعلوا الفران مباشره غادي تسخنوه واحد شويه وغتدخلوا ليه هاد الكريسات ديالكم يطيبوا لكم من الفوق وتهبطوهم لتحت لدرجه ديال الحراره تكون متوسطه، ما تكونش عاليه بزاف وما تكونش مهيله بزاف باش ما يجيكمش قاصحين. شوفوا كيفاش كيجيو عندنا هاد الكريسات، هادو كيجيو واعرين عتو وما تشبعوش منهم. فايت مشاركه معكم واحد الفيديو اخر ولكن هذاك يعني قرص يكون شويه طالع في الثمن من 2 درهم 3 درهم، ولكن هذا اللي درت معكم اليوم قرص اقتصادي بلا زبده بلا حليب بلا بيض بلا ما الزهر العادي، هذا ما الزهر اقتصادي بزاف بزاف وكيجيو رائعين وكيجيو خفافين من الداخل. المهم هضرت بزاف في هذا الفيديو والله الا باش نقول لكم كاع، يعني كنهضر كيما قلت لكم داكشي اللي كاين كنقولوا لكم. كنتمنى الفيديو يا ربي ينال الاعجاب ديالكم، اللي بغى يحتفظ بهم في المجمد بطبيعه الحال واللي بغى يحتفظ بهم خضرين بدون طهي، هذه هي الخدمه اللي كيديروا المحلات، فدائما كنحتفظوا بهم خضرين بدون طهي في الثلاجه في المجمد، وكنجبدوا ديال الصباح كنجبدوهم من المجمد نخمروهم باش نخرجوا الطاوه ديال الصباح، وديال العشيه كنعاودوا نصايبوا عجنه جديده ديال العشيه باش نخرجوا ديال العشيه وكنجمدوا منهم ديال الصباح. هكذا دائما كيكون عندنا القرص دائما كاين عندنا في المجمد، وحتى الا جاتنا شي كونتيتي بحال هكا شي كوموند على غفله فكنجبدوه وكنطيبوه يعني من المجمد مباشره، كنديروه في الفوق في الطاوه ديالنا كيكون مدهن بالبيض فيه جنجلان فيه كلشي، وكنديروه فوق الفران يعني نخليوه يخمر لينا بطبيعه الحال، عاد كندوزو نطيبو اولا كنشعلو الفران غير 3 دقائق 2 دقائق ما كاملاش كنطفيو عليه ونخليو ندخلو ليه الطاوات ديالنا يخمرو، واللي طيبو بحال هكا يحتفظ به هكا هكا طايب في المجمد. ملي تبغيوه كتجبدوه الفران وكديروه كيطيب وكديروه كيسخن لكم، تكونوا مسخنين الفران من قبل طفيو عليه اون فوا كتدخلو يعني غير كيحيد منو داك التلج صافي كتخرجوه. فكنتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش من لايك الى عجبكم الفيديو، مرحبا بمشتركين جداد، نتمنى تعجبهم القناه، نتلاقاو في فيديو جديد.